Hello, my friends, how are you? I hope you are all very well. Okay, today we will talk about some cultural aspects. Okay, this is lesson number 9, and this is the activity book for the 5th grade in Jordan, which is Jordan Team Together. إذن هذا المنهاج الجديد لطلاب الصف الخامس Jordan Team Together. وهذه قناة حياتنا واللايف اللي متعودين دائما نقدم لكم الأفضل دائما. فيديو هذا اليوم رح يكون فقط للسن نمبر 9 واللي هو عبارة عن الكلتشر الثقافة تبعت الشعوب وكيف بتختلف. Okay, so we all know that all people in the world love to say phrases like thank you, like sorry, like please. تمام. وفي لسه ناس بيعملوا أشياء غريبة تانية ممكن تختلف عن عاداتنا. So that's why we all humans vary. إذا نحن عشان هيك بنختلف ونتنوع. Okay, read, look, and number. طيب خلينا نقرأ مع بعض يا خامس هدول الكلمات. The first one is hand shake. Repeat after me. Hand shake. Get off the bus. Mouth wide open. Take off your shoes. Good manners. Put your feet up. Excellent. طيب أول كلمة معناها handshake، معناها إنه نحن عم يعني نلقي التحية، عم نسلم بالإيد. Number two, get off the bus، إنه أنت عم تنزل من الباص، تنزل. Number three, mouth wide open، يعني المقصود فيها إنه بتكون فاتح تمك كبير واسع. Take off your shoes، إنه بتشلح الشوز تبعونك. Good manners هي الأخلاق بشكل عام، الأخلاق الحسنة. Put your feet up، إنه غلط إنه أنت ترفع your feet up، ترفع رجليك لفوق. أوكي؟ طيب هلأ نحن بدنا نعمل numbering، يعني بعد ما شفنا هدول الكلمات خلينا نشوف. يعني أول واحدة محلولة handshake، هيها زي ما أنتم شايفين this is the handshake. Okay, so this is number one. فبنكتب number one عند هذه الصورة. طيب بالنسبة لبي هون بتحكي لها here you are، قالت لها thank you، يعني هي جابت لها إشي بتقولها خدي تفضلي. شو قالت لها؟ قالت لها thank you. هذا الكلام الجميل، this is politeness، هذا الأدب. تمام، نحكي thank you، نحكي sorry، نحكي please. فهذه الكلمات تعتبر good manners، أخلاق حلوة. So we put five here on. تمام؟ Here. Let's go to number C. C بنوتة she's getting off the bus. نازلة من الباص. Okay? So بنحكي رقم 2 بنحطه هون. طيب number D. The girl is taking off her shoes. إذا عم تشلح الحذاء. So بنكتب رقم 4 هيها. Take off your shoes. عند رقم D. بالنسبة لصورة E، he's what؟ he's putting his feet up. This is wrong. هذا تصرف غلط لما تكون انت شالح بإجريك وترفع إجريك لفوق. This is bad. فإذا يعتبر bad manners بنحط رقم 6 هون. The last one مبينة هون she's opening her mouth wide. غلط كمان، هذا تصرف غلط إنه انت تفتح تمك كبير أو تضحك بصوت عالي أو تكون فاتح تمك. This is bad. طيب after you read, read and answer the questions. هلا هدول الأسئلة هن خاصين بكتاب الطالب لما أخذنا عن الـ good manners. So if you want نحن ممكن نرجع بشكل سريع لكتاب التمارين، كتاب الطالب لما حكينا عن الـ good manners. أوكي، يعني ممكن تيجي زي هيك أسئلة في الامتحان، نجيب لكم قطعة من الـ good manners زي هيك. تمام، ونيجي نسألكم شوية أسئلة منها على هذه الأسئلة، يعني ممكن نجيب لكم عليها أسئلة من خلال كتاب التمارين. أوكي، يعني هون we said something about please and thank you، وحكينا إنه الناس في بريطانيا بيحكوا thank you للباص درايفر. كمان في عنا meeting new people في أمريكا، نحكي برضو handshake بتكون قوية بأمريكا، لكن بآسيا لا، لازم تكون gentle انك ما تشد كثير على ايده للشخص. حكينا كمان انه انت لازم ممنوع تفوت بالشوز تبعونك جوا البيت،
وإذا بدك هاي طبعا في آسيا، لكن في عنا مثلا غلط إنه أنت ترفع إجريك وأنت شال حجري شرح البوط. برضو بالنسبة للفود، بالنسبة للهند وبريطانيا، لازم تنهي صحنك كامل. لكن في الصين غلط، هذا الكلام يعتبر من الوقاحة إنه أنت تخلص صحنك كامل، معناها إنه أنت ما حصلت على أكل كامل وكافي. تمام؟ في أمريكا برضو وفي بريطانيا لازم تأكل بهدوء، لكن في تشاينا في الصين لازم تأكل يعني بشغب بفوضى. تمام؟ So بناء على هاي النصوص رح نجاوب هذه الأسئلة. The first question says, what do British parents ask children when they don't say please? هسا أنا إذا حكيت to my father in the UK قلت له bring me a glass of water وسكتت، هذا غلط. لازم نحكي bring me a glass of water please. So this is the special word. So let's go to the second question. What do you say to the bus driver in the UK when you get off the bus? انت نزلت من الباص في بريطانيا. What do we say؟ إذا شو بنحكي للباص درايفر؟ بنقول له thank you. So يا خامس بنكتب thank you. Number three. Where is it best to give a strong handshake? الstrong handshake حكينا إنه in the United States لازم تكون strong handshake. تمام؟ نحن أخذنا كمان منطقة تانية I think. So here it is. In the US. لا بس in the US. Very good. طيب let's go to number four. Where is it good manners to take off your shoes at home? When بأي منطقة بتكون إنه أنت لازم to take off your shoes؟ في آسيا، نحن دول عربية، and South America. إذا in Asia and South America. In Asia and South America دائما لازم نحن نشلح our shoes before entering the house. طيب number five. Where is it rude to show the bottom of your feet? برضو the same. When you take off your shoes يا خامس don't put your legs or your feet up عشان ما يبين the bottom of your feet. تمام؟ فعشان هيك in Asia and South America we do this. تمام؟ Excellent. Let's go to the last question here. Write, or to the third question. Write one bad manner for each place. بكل مكان بدنا نحط one bad manner. يعني من الأخلاق السيئة. In the UK, it's bad manners when you don't finish everything on your plate. صح. كمان. When we eat noisily. When we don't say thank you to the bus driver. لا هي هاي أفضل because we're talking about the UK. تمام؟ إحنا بنحكي عن الـ UK. بالـ UK لازم أنت تحكي thank you. So إحنا هنا شو طالب منا السؤال؟ You need a bad manner. Bad manner يعني أخلاق غلط. If you don't say thank you للبس driver هذا بيعتبر bad manner. Okay? Just like finishing everything on your plate. Okay? تمام. Let's go to number two. In the USA, it's bad manners when you give a gentle handshake when meeting somebody and when you eat noisily. That's so excellent. ممتاز. يعني في الـ USA بأمريكا قلنا لازم عندهم strong handshake. لعاد أنا بدي أخذ الـ bad manner. شو اللي مش كويس عندهم لعاد؟ إنه ما أعمل strong handshake. أعمل gentle handshake. This is bad. بيعتبروه bad غلط من الأخلاق السيئة. كمان if you eat noisily بأمريكا this is considered bad manners. تمام لازم you have to eat quietly. Okay let's go to number three يا خامس. In China it's bad manners when you finish everything on your plate and when you eat quietly. عكس بريطانيا بالضبط. بتشاينا حكينا if you finish everything on your plate okay هذا بيعتبر bad manners. تمام يعتبر bad manners. اوكي بمعنى انه انت لسه ما خلصت شكل لانه انت ما شبعت. اوكي كمان شغله if you eat quietly اذا اكلت بهدوء this is wrong in China. بامريكا it's okay it's good لكن
في تشاينا this is wrong. The last one in South America it's bad manners when you don't take off your shoes when you go into a home and when you sit with the bottom of your feet showing. ممنوع. يعني it's bad manners إذا دخلنا البيت وما شلحنا البوت. أوكي أول كذا. تمام؟ ف this is considered bad manners. تمام؟ كمان if you sit وبين عندك الباطن القدم من تحت this is so يعني bad بالنسبة لهم بيعتبروه مش كويس. Make a poster about good and bad manners at school then make a class display. مطلوب منك انك تعمل لنا بوستر يا خامس. You can put a poster تعمل لنا بجانب للgood manners جانب للbad manners او ممكن تعمل بس the bad manners وتعرضه قدام الصف. تمام for you for your teacher. نحن بهيك بنكون انهينا هذا الدرس. نراكم ان شاء الله في الدرس العاشر. We will talk about English in action. Describing people, how to describe people with the use of some adjectives. Thank you so much, and we love you so much. And don't forget to subscribe to our channel. Goodbye.